مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأدبي الأصيل. الليلة مشاهدينا الكرام استضفنا لكم فنان قدير، فنان يتميز عن الفنانين بصوته وبصفاته كاملة. احنا التلفزة الوطنية دائما تختار رضا مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا نرحب بالفنان الكبير بيبا ولنانا. اذا بابا ولنانا اهلا وسهلا. بابا ولنانا سلم على الصحفيين من المحطه التلفزيونيه وسلم على المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمه الله. بابا دقيقه دقيقه انت احنا هذا عندنا الشيء بهاي الليله العظيمه معدلين للشعب الموريتاني كامل بصفة خاصة وخصوصا مشاهدين التلفزة الوطنية وخصوصا التلفزة الوطنية ورانا هادين للمرضى وللناس اللي تكح والناس اللي جوافها يجوها والناس اللي عليها الحمى والناس اللي في العاش. بابا إن شاء الله إن شاء الله يبراو ويضحكوا ويشوقوا إن شاء الله يجبروا لا أمورهم. احنا بعد خاصة هادين لهم والسلام عليكم. غير بابا منين عود ما معطي لك الاذن في البرنامج؟ انا هو اللي نعطي الاذن في البرنامج. خلينا غير انت مالك وفيد كلامك. اذا كيف قلت لكم مشاهدينا الكرام هذا هو الفنان بيبا ولنانا ودائما التلفزه الوطنيه السباقه دائما مفاجات مشاهديها الكرام واخترنا هذا اللقاء به الليله يعود لقاء يتميز عن اللقاءات الاخرى. بابا ولنان فنان من أسرة عريقة كيف ترى صورته يتميز بشكله حتى شكله العام الشوقة فما يخالق. إذن كيف قال لكم بابا الشوقة ما يخالق؟ إذن الفنان بابا في عادات المجتمع الموريتاني وفي عاداتنا على أن منين يعود اللقاء أدبي وفي البداية دائما نختاروا بداية في تاريخنا احنا موريتان هي طبعا راعي. إذن عنك تطعيم أمدلي عائم بين صاحبي بين صاحبي درق الأرض دلنا أنا عليه إذن مشاهدينا الكرام بهذا البيت اللي منفاقه نفتتح هذا اللقاء الأدبي الخاص مع الفنان بيبا ولنانا. كيف تعرفوا في كل برنامج نختار الفنان بابا ولنانا يقدم نفسه. على بابا على كل حال مسمى على شيخ كبير على هو أول عد مسمى عليه يوم قعدت بابا ياسر والله يا خالق بابا وخالق بيبا انت تختار بيبا قلبت ملي تختار بابا ملي نرجع لها ياك تثبت علي بابا خايف تثبت علي بيبا تعرف ما هيك بعد ما هيك بعد ما قدرت والحوق خلاق بليده منه قال لها تنبزغه وخاصة التجار التجار شعرنا احنا بهم هو البري هو درق الوحيد اللي فيه الفرقان وقطر وعتني ناقل قالت الوالد سنين وعتني ناقل في رمضان انا روعتني كبرت انا كبرت انا هذا ما علمني حد ابدا ما انك متعلمه على الوالد ولا انك متعلمه عليه الوالد تعلمت عليه الله خبير وتعمار انت تخبط تعمار بابا ايش يعني انا معجزه والله اني العلم كان ساهي عني غير اني تخلص الدوره الدوره ايش تريد والله اذا الفنان بابا هذا تعريف عندي عنه شامل والله نفسك انت للمشاهدين الكرام بارك بابا الفن عنده ظهور اللي هي البحور الفنيه اللي معروفه الفن انا عندي منه بليز قال البياض الصيني وبياض مكه موسى عندك حال يمدح فيه يعجبك ولا مدح لك ولا يعجبك نبيض ونديركت وانتم واعد لي تراكسيونال اللي تلوجوا لهم انتم بو خزامه وذوك النواحي اذا عندنا لا لا وراه لك ملي لا يقول لك قضيه أراوي لك هذا أبو خزامة اللي تسمع عندي أنا دائما أراوي لك ما قال عليه ما وانا والله الوليد الجندني أبو سيدي هذا الجندني الناس الأخرى قالت لك أن عقلت عليه
ما يحق. بحال النبابة احنا لا احنا فرض علينا نلتزموا بالسلم الموسيقية، احنا في لقاء فني ذاك تسمع تنبيذا عنا، فرض علينا نلتزموا بالسلم الموسيقية. وراك لا تقول لنا شيء ورانا ان شاء الله ونجاوزوا شور الجنب الخط. عندي انا اصلا مكه موسيقى مفتتحه جنب العود مكحلها مفتتحه بمزحه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اول ظهر هذا هو خيار الله يبدا به، هو خيار من الله نبدا به. تعرف الدوره الدوره والله الحق، وهي المزحه اصلا ولا لحد يجيبها كل ذا طياسر من زمن يتخمم بقى. تطورتها. قلت له لا إن رب العرش شرف أحمد ووفى ببشرى وانجز موعدا. الله لك هنا هذا واحد. وأسرى بي حالا شفعه غدا جارت ليلة اليسرى. جارت ليلة اليسرى يكرم مخلدا ومنك رسول الله. لله يا رجل يا النبي زين الخلال زين الرجال زين الفعال زين الأسام ذاك النبي الهاشمي ذاك الرفيع القول المنيع ذاك الشفيع يوم القيام. والله الله أح والله الله أح فنان بابا، هذه كانت بداية جيدة وبداية ناقع في الرجال الوصاي وبداية ملي من إنسان محترف، إنسان تقريبا أضاف له هو ترحين خاص به هو. أبو غزام ودخل سوقات أبو مكري والغيبات وقال تقولوا ريات أكصبر لله ما خزون. شوف خوفت النعمة وانقادي وارشانه وارشانه صدرك أمه. اسمع الصي يا وليد هي ما نبتدي دايب لك أنا الجليد تقع مالك معني الله يتفضل تفضل. بخزامة وتخرزوقات أمك ريه والقليبات وجارتك يقول رياتك صبر الله مخزون. أيوة بشي الله لمك أنا وحدك وفعلا وزارتي بيقول رياتك صبر الله مخزون بالميلات وعمد قاعدون عيون وقرب الرفيات شويلو علبي المجنون شفت النعمة ونقادي شانو صدر قمو تلعن الرحمة مقعون بخزامة. قال مولانا يا بابا يا زين حتى بابا هذه مضع هذه والله اي مضع ما لها بالحب حلا سطر قمون وسقات وعلب المجنون هذا كامل الدا بين النعمة وتنبلغ الحوض الشرقي بال على الانتريال وفي ياسر من الوحش كان وفي ياسر من الحبش وفي ياسر من الخيام وفي ياسر من الشيخ سليم محمد الفرقان وفي ياسر من الحميرها وبعض الماء وفاولة وما قاعد اخرهم. لان الفنان بابا لهينا لهي نقولوا الشوحون تختار لنا الشوحون نعود ونقولوا وننتقل ان شاء الله واعدين الجانب الاخر. والله انا عندي شور هنا نبقي نقول للمشاهدين سمعوا لهم. والله 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 ولد عمر ولدي ما رأيت اللي كيفه في المعنى والدخلي والمعطى والجيب أخيار السلاطين الموتى والحيين لو انت المسكين والطماع يشوفه والله الله عمرت الحولي بكي امتدني والمعمار الزيني الخزة وشيفون الأعمار والعليم رأيت الديك فيهم. والله يا نفسي بدشروا الدفاع وعيشوا قدرة مع الصحيح عند علي للطماع الفرد اللي يجيبه
وخيار مبارك غيب سرزيان وشريف والعمر والعلي الله اللي يوقي بعدك والعمر والعلي ما رأيت اللي سعدك يا صايب يخرب وهرو يا سعد يا بيخرب والعمر والعلي ما رأيت اللي كيو هاولك في النوالة هاولك الفنان بابا نشهد بعدانا اعلن هذه بعد اللبس اليوم اللي ظهر به الفنان بيبو ولنانا في هذا البرنامج اعلنها لبسه انيقه لبسه انيقه ملي من كل جهه من كل جهه انت اليوم ما قد شفتك ابدا في هذه الصوره هذه الصوره فرعية من فيها لاني هذا الشيء مخصص مخصص للتلفزه الوطنيه وانا الشيء مخصص للتلفزه نخص معنا وانا خاصة صرت فيه انا استسمعت قبيل انت في بداية برنامجك وسلامك على المشاهدين قلت اعلنك هذه هال المرضى الله يا براو هذه المرضى يا براو كاملين مصحوا ويعودوا كذي في العاش يا براو ويقعدوا كانت قطريت صعوبة فنية في هذا الفن كانت قط مثلا شانك مرزي ولا كانت قط تقريبا رأيت صعوبة في الفن الفن فيه الصعوبات فيه الصعوبات والحسودات هذا فيه لا خالق يعش ما فيه الصعوبات والحسودات الفن يلو سلك من الحسد ما يخسر عليه شيء تم لا ماشي قدام يا قال حسودني قال هاولي حاسدين لا ولا يا بيت الله الفنان بابا انت مدرك انك تخبط اللا تديت معنى الله اني اخبط جيتار؟ انا ما قد شفتك تخبط جيتار؟ يا كبير لما المايك هجاك شلون عاد هون موريتاني كذا قابوا جيتار يخبطها ما عاد خلي سالم قال بعد هاي بعد هذه بعد هاي بعد اليوم الصالح والله باللي هاي تدينيت وهذا هاي آه مخلي هذه والدي حق الله أنا أبويا يا قوي في القيدات جبرت نزاهم وأنا الصبي صبي أنا الصبي صبي وعدم التي أباه الله الله يا الله يا الله يا الله أنا صرتك توصل رجعنا عنك بعد اللي زين عز دفانة فولو عز دفانة تنزاي عين عين العين لعين العين لا إله إلا الله معصر الملك الملك الحق المهبي واشتغل عما سواه الله حالي شوي بابا خليك الملك 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 الحق المهبي واشتغل عما سواه على الدهرك ضعلك مولو 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 قوم حيوانك
قوم مالك حيوانك لا قوم مالك مالك لا هو حيوانك اي والله لا تفنش لك لا تفنش لك من يقول لا اله الا الله لا الله 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 والله يا اللزين وطبعا انا صبي والصبي على ملتي اباه ولكن لا دللت نعلنك على ملتي ولكن لا دللت نعلنك على ملتي اباه الفنان بابا انت دي السرحه اللي تعدل دائما السرحات الخاصه يا وليدي خالق السرحه لا خاصه يا ما هي قاعده ليك منين تعود ليك منين تعود ماشي مسافر مسرحه وخالق السرحه لا السرحة قالها سرحة الفن ما هي شغل عايزة ما هي قالها سرحة الفن زين زين الارتيستيك تظهر فيها كفنان كفنان منين تعود بين الفنانين الفنانين هو الفنان مرك لكن يتميز بشكله الفنان شو هو الفنان تنطح مارته يعود قال لك الفنان ذاك اللي تنطح مارته يعود من الفنان يعود فنان يعود فيه وخلاص هي خالقة فيه وخالقة فنان زين زين عندنا رهن فنان ذوك اللي واقف ذوك هو فنان معروف على الساحة وكل مون بيعرفه كامل ذاك اللي من كيف انه مرق من كيف انه عاد فيه وتف بيبا الفنان كيف اللي قلت انت ذاك الفنان اللي عود يتميز عن الفنانين تنطرح مارته تنطرح مارته كيفاش تنطرح مارته بسرحته وتنطرح مارته بدرعته وتنطرح مارته بقفارته وتنطرح مارته بقلادته ما بتعرف مارته الفنان كبير عظيم لكن اللي ما ينادى قاع ما يحني حد يناديه لا يجي يقول البز وخلاص هذاك الصعب كأنه ذاك تعرف علاش هو الفنان ذاك الصعب عندي انا في روايه شوي انت حد ما ناداك جاي ولا بل نعرفه نعرف خيمته نعرفه نعرفه انا نعرفه كنت ما نعرفه ما نجي هو ما فات عيط ما يحتاج انا ما كنت معاه ايام بس نتقدم لان عنه عود فنان الشعب عود فنان الشعب وهذا حتى جاني فنان قال هاي الفنان اللي حق ولا وجالوا الشادي وانت الناس قاعده تعقب الترقع والله انا اشوفك دائما بابا حماسي منين يعود خالق سهره فنيه قطعا بانك الجنت السابق لابواب والجنت السابق لفراش والله طبعا بني خارجه مره نصورك في مناسبه لحالتك قاعد على درج الدرس ما فات وفرش نقعد نحنينين يدخلوا الفنانين قلت عيال جيم اللي سابق الفراش سابق الفراش ذي بيسبق المراح يا غير يعني ما ذاك ما دخل اذا زين بابا كيف قلت لك وكيف دائما نختار نقول للمشاهدين الكرام على هذا اللقاء على انه لقاء اياك ان نقدمه للمشاهدين فيه نتعو فيه المشاهدين بأمور فنية كيف اللي قال الفنان بابا وللنان وصيفة الفنان وشكل الفنان وقدر الفنان إذا بابا فم سؤال بابا من درك أنا قط مثلت وطنك في بعض من المهرجانات الدولية أنا وطني دائما مثلوا ما وقعب في البرنامجات المثلوا في كل بلد منين تقريبا ما شاء الله المثلوا في المرسى والمثلوا في الدشرة والمثلوا في الخارج والمثلون ينعود ماشي شرق اي بلده المثلون فيها لان وطني انا ما هم جمال قاعد تمثالي وطن زين ومترحم وموثوقين ومعلومين رش على مولين تخلق ترشنا بابا قطه من درك انا قطه كبت الطيار وقتها في روايه انا هو اول بعد قاعد حد قطه كبت طيار قال قاعد ما تجي تركب تركب اذا عندك ترك ما تركب بكثرة العادة اركبها قاعد الحمد لله مولي الوسائل راك توفرت الحمد لله والشوارع وكل شيء اهل العقول واهل الحلم والنبع اهل العقول واهل الحلم اهل العقول واهل الحلم والنبع رددكم فاطف نعمة الى السبع والله يا اللزين باب وعلى رجل القول البيت في ملايين اكرم الخلق فالي ملاذ بيت باب اهل الحلم والعقول والنبي هذا شنو؟ نعرفه العقول حد بعقله يتم لها بعقله والعقول يكذب بلا عقول وهل الحلم والنبي الحلم يكذب تم لقاش راكزه وراه يواقف قدام بعد قدامه بده يخلعه ويقدم لي شكله والده شكله حد قديم
من يعود حاكم قلبه ما ولا يخاف نعود حاك الحلمين قلبه حلمي الحلمي خلنا مال الحلمي والنبي ردتكم فاطم النعمة إلى الشبائل وعللت القول البيت في مدين ذاك البيت فيه رقاش كريم البيت ها هو اللي مقنع لي زين 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 في مدين يا كرم الخلق مالي 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 من عدو به قالها مرة أخرى قلتي مرة قلبي يميل بي ورجعتي الأخرى وزوجت يا أكرم الخلق مالي 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 من أدبي لله يا يا بابا واعي يوسف هذا راك راهوالك بعد واعي تعدل التقنية من دري هذي كان فيها ست زقمات والله له الزقمات هذي فيها دربة مزرحة بين صاحبي ترك الأخدين دلّي تقريبا هو بداية تقريبا السروزي والله وفاقه والله هون الصلاة نقول لك أنا نقول لك أنا هون رسم والله رسم مقولة قايله شاعر أدبي ينقال له خوخو يخلع مقول خوخو يخلع إيه خوخو ده سامع بيه إيه سامع بيه ما قد بشمرته قبال أنت خايفه يخلعني ينقال له خوخو يخلع كراش نتاش خوخو يخلع ما هو قراش خوخو يخلع خرباش برباش خوخو يخلع رافتتاش خوخو يخلع كراش نتاش خوخو يخلع خرباش برباش خوخو يخلع ما هو قراش لن بابا ذاك لا هنا برمو والله لك صعد هنا احنا زين زين ورك لا اول طلع الله نقول لك تاريخيين الله لا تقول نشي والله ولك ما هو الله قام يقولوا ما الله لا لا حنني ما هو الله قام يحوز عليهم تاريخيين بس بكلام العربيه والفرنسيه والحسانيه هاو طلع له هنا دا نقول لك الاولاد مبارك وتاريخيين هم الدولين اللي جاب بهم دول قاع تاريخيين وقاسين واحد منهم باش من عمك ما حقروك يعني وتمام يعك شكروك الملك خلى لك ووك اخبارك بهم زينا تمنع خيلك باش عدوك وقت تشهل ترص النعيم الله عليك انا وحدك مزين هذا يا ابو قدايلي لو لا تمشي عنا يا ابو قدايلي لا تمشي عنا قال الاخر سيد احمد المختار على حسان الشريف شوف يدور يقول وحدين خسرت يا غالي بعد نقولها لا لا وهم لا بقى يقول هالشيء طمنوا احنا ما يعنينا في الشيء يا احمد لكن لا يقول المختار على حسان الشريف قال بعد اللي تقول انت فيها ما قلت حد القهر وتعين ويا لطيف سيد احمد ما رينا عربي كيف وفينا الصيف ما شيخ ريف اشريف دي الغير
غدا وتغري وتدوم القامك أما رجعين ويا لطيف زين بابا سابقة بارك هذا ما تقدر الله لك يا راحتك هذاك ما تقدر تربول مع الشو بارك لهم يقولوا شور مطرحون يا غير سابق الشو أنا عندي شور هو اللي الأول اللي نبدأ فيه في سروزي سروزي خالق شور قالوا العشريات إيه وما هو شوغا نعرف يا غير زين زين سابق الشو خليني نطرح عليك سؤال بابا الله بابا هو كل إنسان صغير مازال في حياته يتذكر اللي كان يعدل صنف الصقر ولا تخاف هذا هو الكاراتيه لا تخاف يتذكر شو صقره من ذاك أنا قط شراكت من ست صغير كان قط شراكت من ست صغير شراك شو؟ كان قط واحد شرك الحمام والله قط الله إنك كنت نزل لك عب حالله لك عب قاعد أكل غالي ما هو أنا كنت أركب الحمير الله ركب له اللي زيته ملين ذاك ما قطحت الحمار ضح لا طيح الحمار وطاح لي الله وقط ما اللي صفرتني واحد عليه يجيبها قبال بدو كان هنا قال متحدى دودو دازم شوي ما انا راك الساعه اقول للمشاهدين الكرام شو طرحوا هذا شوي خلوا صار قولوا وعزهدي وعد الدخلي حتى شبازات يا ريب عنك وكوه بدغلي شور دوار من عند اهلي بين اهل افارا وهدى تري والدار ساحل دار علي دت 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 بابا حسك زين ومعقول بابا حسك زين ومعقول بابا واصل بابا حسك زين ومعقول بابا حسك زين ومعقول وهاي الحلقة زاد مملي بس انت فيها وفاز الجمهور مملي بس انت فيها بس انت زاد وفاز الجمهور أمي أول مرة أسمع تقول يا زين أنا رانك لي عادة نقول كفان عشرين خذك زمن في الحون قالوا زمن كزبرو حظا وعاش كده كزها كامل يزعل وزها لا الكل لا كده قد كزبرو هم ذاك الوزراء كانوا يلعبوا بلا ما شنو هاي كامل اللي تراعي فيه من وزير قد كزبرو هاي يندل كانوا عن وزير حظا كانوا اللي يردوا يشتريها من درا وترى هاي مش مجد عندك ور ورك ما تعرفون حظا من درا أنا كنت هيك ساعة وهو لقول انت عارفه في الاقول في التلال ده كان قاعد دخل عليك بيت والله خل دخل قاعد واحد انا قاعد اقول ما ادري اكتني بالون كرهوا مانا وذات من تبعد من قال لك كت منهم في قاس وشان لا في التاخر وقت شرطة قبالي قاس شرطي الشرطة ما تلقى وحوز عليه تلا حالا فيت من بالون عقب الساعة شنبل طويل إلى عنا فات من مارس الرياضة وقائم الليل في وامر الله عشودة وخادم الله بأي الفتاة صاحب المدائي علي سودة والبيت خادم الله أكيد أنك لا يعود عندك فنانين شو
كل من لا شيء حتى انا ورسول الله قال الكاذب ليس منه لو عندك عنا نقول حج عن الرسول عنا مجنة عن الله عقب قال هذا هذا العلم اللي ينقاد ويقاول ما فيه الإيمان وخاله وخالي وولد خالتي وولد أختي وولد عمي ونبقيهم كامل يا غير خاصة عند يانس فيهم ملقاش يبقاهم ينفقوا عليهم يبقاهم من انتم من أصحاب دائما ديمي ما فيها شوق عندي ديمي هاي متابع أمها منينا متيدة منينا متيدة أمها كلنا متنانا عم تيان وعري أيوة عاد اللي تشوف اللي شايف اللي يقول جمهور توقف وتقول مرحبا لفلان تعطيني كر كر هو عنده الاخبار هو عنده الروق هو عنده الروق ولا تحسدني قلت له ما ادري حسه زين 60 تراكسيونير 60 ما ادري عنده بابا سؤال السهره الفنيه قلت له انه تو على كل حال كذا بخاصته من رايك انا بتختار تحضر الحفله ولا تحضر تسجيل بعض؟ ما واحد حفلة في الفضاء لا تسجيل ما في اسبوع حاضر ما واحد سلطان الشوق عندك كشفهم بيبي من عند ما واجي كشفهم بارك عجل تقبل بالحيل طلع الخيل يسرك يا ولد وبعدو الليل 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 رايع تماما مشاهدينا الكرام كيف دائما نجد لكم التحيه ونجد لكم دائما الفنان بيبه مازال مواصل معانا هذه الجلسة الأدبية الأصيلة. إذا الفنان بابا لا نطرح لك سؤال ماشي وجاوبني احنا عندي عنا عقب تقريبا السؤال لا ينبرموا ايه ماشي ينبرموا من درى بابا يا كان قطن خلعت انا والله كان قطن شي خلعت انا بابا احنا فطن نطرح لك الأسئلة والصحافة وجاوبنا قط خلعت شوي قط ليلة كنت في عرس ما سبب وفري جيت واحد اخر ما هو ذاك اللي كنت ما هو ذاك اللي كنت فيه اصعب تعالي من الاول هم الاثنين في ليله واحده هم الاثنين في ليله واحده وانت تجي المناسبتين في ليله واحده اربعه ما وفكرت حتى تميت نحرك الوتر نحرك إننا مشايت بي إلى مبلكة ووقفت وقفت الوتر وقفت فيها أنا
يا اخي لا الحمد لله تعاون طلعني وعيد هو انا في بلد ما اللي كنت فيه قام نعرف وشو انا وترضيت من مناسبه وترضيت وترضيت بلا كام بابا تمشي كنا وراك حاله اتينا لهنا دوا وخلت النتيجه تاك من مال اريا رجوته وفم مطل وفم ريشو وفم بجوس هذا انت راك ساكن في الوته والله انا 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 وتي مال هي ما قدرت اوصل شفت انا الحمد لله مع خاصه بالونين وعندي ديار يا غار هذا الزمن ديار عندك لك انت اللي قطع عاد عندي يا غار قال جار جار موريتاني كامل جاري اصلا يا قاع موريتان كامل مفتوح هكا اللي رجال يا غار نختار مباس عند قردان عن مباس بدار ياك الصلاح ياك معناه انه حد بات مع قردان يدي سلك ويدرش وحد ما بات مع القردان لا هي السرقه هو ودب شوي يصبح على كامل ما انت ما حد السرقه متابعه ولا ما يقدر حد يبات يكون مع ما فهمتك انت وراك بابا تقعد في وتك ومع ما تريرك وتجيه وتقول قرداي قرديني انا وتي يجيني الحكم عمر يقول السلام عليكم يقول عليكم السلام يقول له انت قرداي وتاتون يقول والله شو اقول له ابو ايش يعطوك يعطوك 50 وقيه انا اعطيك 500 لكن انت قرديني انا اولا وقرد الدرس وست اربع عيني في والدتي عدلتها حق الله انت راك تجي مع والدتك كل الصبحايا حامد المولانا وشاكر والشي مولي شاهد المولانا ما هو العباد مبكر عليها ونعدلها كاس من الشاي ونعطيها وقيات ونتم ماشي ذا كان هي قضيه مؤكده يعني متاكد ما متاكد انها بكر علينا شو؟ حاضر ايش برك فهم؟ والله مقرر والله اقول لنا شمون فايل الشام ما في بيوقع والله اقول لنا شي فايل الشام ترك انا كيف قد تقلد لنا الشي من هذا الفنانين اللي عاب ازيكم؟ ما اقول لكم أنا شفتكم أنا ليلة زمان أنا ليلة زمان ما شفتكم ما زيكم هذا راية هذا راية تماما هذا راية حق الله ازيكم كيف لكم ازيكم كيف لكم أنا لي زمان ما شفتكم ازيكم ما أقول لكم ما ازيكم الله أنا شفتكم حلا أنا لي زمان ما شفتكم ازيكم ازيكم هذا وعد كم 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 ازيكم ازيكم ما اقول لكم ازيكم ما اقول لكم انا ليلى زمان ما شفتكم ازيكم لا 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 شفتكم انا ليلى زمان ما شفتكم ازيك لا حول ولا قوة الا بالله ما اقول لكم هذا رايح هذا جيد ما شفتكم هذا جيد ازيكم ما شفتكم ازيكم جمهوري ما شفتكم انا ليلى زمان ما شفتكم ازيكم ما شفتكم لا نعرف لك بعدين لا زمان ما شفتكم كم لا نعرف بعد الفنان بويبه يا
هذا تعرفنو؟ والله هذا اكبر من نار السودان. هذا السيد خليفه. السيد خليفه زاد الله راك. كنت انا قط حضرت المهرجانات عربيه دوليه عالميه. انا لا قط مشيت شر كل دوله. بغادنا ساكن الا هون بين سيزيام. تقدر تذكرنا بعض من الدول اللي جيتها؟ نعرفهم. جيت ليبيا طرابلس. وجيت الجزائر. وجيت المملكه المغربيه طيت فيها عامين. وجيت للمملكة العربية السعودية وحجيت مرتين ما علم بها أحد واعتمرت مرتين حلال. بابا على ذكر العمرة وعلى ذكر السعودية أنا دائما أشوفك تحضر دائما للمحاضرات الرمضانية. أنت ذاهب؟ ما الله ما ذاهب. أنا اللي عدة المسلمين أنا فيه. إذا صامت رمضان كاملة العالم إحنا لا يصوم معه. وإذا ما صام لا شيء منها وشي ما صايم معنا ما نقدر نشوف المسجد عليه برد نهائيا ابدا. من درك انا دائما لا صوم على النور صوم لا على شيء جسم لا صايمه كامله وقائمه كامله احنا لا نصوم معها كامله بقوم ما عاد ينفع امامنا. بابا من رايك انك يا كانك السهره الرمضانيه تطرح فيها اسئله قد سمعتها تطرح فيها سؤال يفكرك فيها فيها الحسود والمنافقين والكاذبين والشياطين. لا ما بك شو بابا على 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 ذكر الحسد شنو هو الحسد بالنسبة لبابا؟ إن الحسود لا يحسد قاع أصلا ولا اللي حسد لا يتم يفبخ زامة فم ولا يتم يتربى فم اللي فم لا بقى حد يكر العيض ولا بقى يسكر. أنت عندك بجيتار من درك أنك مستخبط جيتار؟ جيتار الأول أخبطه أموري ثاني هي غير من درك أنك مستخبط اثنين اثنين جيتار هاي جيتار واحد أنا واحد الشيخ الله برحمه درك انا كنت تتمسح جيتار وانا اخبطت بجميع دركسياك اللي مات له خارج نهائي. والعين حامله شوي عندي بعد قط ذكرت النعمه هزت هل عندك سبيوان؟ لان بابا احنا لهم برمو 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 لهم برمو السلم العملية للسعد ومصيبة الأموال ومصيبة الأموال والأولاد فقدوا الحبيبين حبيبي والبلاء بعيني والبين بعد التحب بين وجادين والبين بعد التحب بين وجادين. لنا الفنان بابا اللي تقولنا شو هو سابق شو اللي نطرح عليك سؤال بابا هاو الفنانين اللي يسجلوا متباركين معي عدل تقريبا كليب تسجيل جديد بدرك انك عندك تسجيلات جديده راك متبارك معي تعدل انا هم يجدوا وانا تقليدي انت؟ انا تقليدي هم جداد يا غير التقليد لابد له من يشدد في اطار التقليد بدرك انك تارك عندك تسجيلات عدل انا عندي نشيد عجيب لا نقول لك لان عسلك انه هم اذا جدوا نعود على نصيحه يا عبد الفتى حسين طاح بعينك طاح على الدور يا طين المدع يا طين المدع سلم على بابا وسلم على
الداوى. إذن مشاهدينا الكرام، كيف تصنتوا؟ وصلنا للبياض اللي ينقال اللبر وبارك الله ينخلوا. هذا طلع الله يقول لك مقيله في الحوض الشرقي. حوض هذا راه لك حوض نحن هذا ما نبدلوه بشيء. حاله اللي حوض درجه واسمعوا لنا. وما الحياه الله لك اربعه والله خمسه. الحياه ثلاثه قال الله والله عشرين. حاله. احنا حوض الاباء. ايه ايه ايه. ما شور وشوقه حوض نحن قال له حوض الشرقي. حوض اللي فيه الاقلم والبل والوقر والخيرات كامل. والعاهد قال فيه والتارم بقال لازم لحزيم دان زاد اكبر وجاحش ووري اكت جاد وياك زاد وياك زاد والامرايا يا صبوره ازين ازين حتى أزريق العيب يقول فيك فايوان ليلي شوت مشدى ووري غريق التمريت واكتمت التمرات أمريت وأمور أزين أزين حتى هنا نعاونك انا نقول شوي الله الصحافه مولي لا حلاوه تعدل الصحافه مولي دورنا على الابن البرك انت طاب وعلى مريومه مريومه نومه ها والدنيا قاعدة يا اشرى قبل ابن البلوى مريومه الدنيا قاعدة اشرى اليوم الفل ومريومة الدنيا قال لي يا أشرب لبن الفل ومريومة بابا لا تقول لي الشور هون من اللي بيه البال ونقول أنا الشور حق ذاك من أمر اللي بيه بيه البال من أهل من أهل من أهل من أهل عند الطابعة يتقلب شوف على حاسي هاي الدلال صوب راسك وجلب ما تقلب غير الهياتي فرسوك على تقلب هازن حتى هازن حتى والله انت الشغل عندك والله خلينا نقول سابق رد شوي الله يو. الله اعطي بالبال من اين ايه كان في كسرات بيحياني ورحل انا ادعي يا البيضة مريت جاني والفلا حبقى للعرب
في الجنكاية يا الله يا يا الله يا وزرق عينك ذوق عينك وزرق عينك ذيك نبكى يا الله يا الله يا باب العنا يا باب لنك ركصة ركصة أح يا باب لنك شنو؟ ركصة قلت انت يا باب لنك صرتك بعد انت وصرت انا عنك اللي قلت انا فيها ردات قلت انا فيها ردات بعد انت ما قد تقولهم لا نقول انا الشهر هون صعيب قلت شفيتي قلبك كتير وجاب في ما هو ما يقوله أترب بباك وقولي أترب بباك وقولي العمى لا يا العمى العمى لا زين العمى لا العمى العمى لا العمى عليك هاي السويد احمد والسبت السويد احمد والسبت يا بدوي كقابل غلاها يا بدوي كقابل غلاها ودرب بدرب ودرب بدرب ارمل 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 اسمع الصبابة اسمع لا لا استنى لا 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 بعد الصبابة لا ايوه علها انت منا انت مش معصب انت ما شاء الله انت تكايس انت انا تكايس إذن الفنان بابا نختار نقول للمشاهدين الكرام أعلننا في تحضير هذا البرنامج وتسجيل هذا اللقاء أعلننا فوتنا أسبعة أيام إحنا اللودولة قال بدنا نجبر لك أي عنوان يسوه وشنو أنت تنجبر والله ما تنجبر والله أنا جبير دار نبتو عندي هرس بلدات نجيم وقتك تقريبا وسالم دشرة ما نجبر فيه حلو إلا واحد والدتي مبكر عليهم أصرع أنت تقريبا ستة ونتمهم أهلي ودنا فيها نعدلها تايه وصبوحة ونمشي والله واحد القايدة تجبرني عند الصقالي لا يمد الباس والله لا خلاص تجبرني في بليدة ثانية فهم المرصة وشي فهم شي هذا لأن حد لا يلوى ذاك يلوى ذاك الله في بليدة لا لا عند الوالدة قام أصبح حالة في هذه المناطق النائية بابا عندي هون حكاية قايدة راجل قديم من نحن والله يقول عملها اكتف ولا قد رجال يقول ماشي حالة من هاك قال اسبوع ابني شاي متعدل العطاي ولا قط من تشاهدنا شبر حزين اسبوعك انكاي زين اسبوعك انكاي زين اسبوع المحريد قال اسبوع دبي من الاحمر ماي مول اهلي غيب شعني وقعد وقيت انا مور ما 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 ما
واجد بيدا يا لحد بابا قول لنا شو عند غيرك ما تولايم او للشعرة يلهي مرة يلهي مرة يلهي مرة انت يا هورك يلهي دايم لا اله الا الله تولى دايم صرفوا 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 واحد واحد جمع قادر أغادر أهلو يا أبويدي الله الله خياك وليل يرقلت يجو نايم يمشي يروم عليكم يا ويلو يا ويلو 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 لا حقوه يا ما هو رايم إله إلا بابا يا مجنون نايم 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 لا اله الا الله يا الليل. اذا مشاهدينا الكرام كيف تعرفوا وفي هذا المقام الاخير اشرف برنامج هذا اللقاء الخاص على نهايته. في نهايه هذا اللقاء ايها المشاهدين الكرام باسمكم جميعا نرحب الفنان ونشكر الفنان بيبة على استجابته لدعوة التلفزة الوطنية. كانت فم الصعوبة لكنه بعد عجب تقلب عليها رانا احنا مولينا شكرهم ومحسن وتعهدنا اللقاء الزين العظيم اللي فيه كثير من الحمام بعد تعهدنا بابا فعلا انه دور يستجل معانا لقاءات اخرى لا ترى ان شاء الله ولا يلوذوا لي ما شبروني ان شاء الله. الى هذا الحد مشاهدينا الكرام نكدركم لان قبلنا عنوان بابا في البيت وعنوانه في الدار.